التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام. هنا في انطلاقات أشواط مسائية هذا اليوم يسير شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا الثاني عشر، يضم نخبة من الزمول لأصحاب السمو الشيوخ ومعركة سن الكبار. يسير شوطنا الثاني عشر في أمسية هذا الليل ويعتبر ختامي أشواط مسائية هذا اليوم. نسير إلى المقدمة ونتابع الصدارة والبداية الأولى عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة دبي ريسينج وقناة يأس الرياضية إلى مقدمة الشوط إلى البداية الأولى. وهنا الآن شاهين من هجن الرياسة ويتقدم محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، هو الآن اللي على المقدمة. بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثاني، هنا الوصول من هملول، هملول لهجن الرياسة، يتقدم علي بن يمي الوهيبي في عملية تضمير وتدريب. بينما ننتقل إلى المركز الثالث، وفي ثالث المراكز هذا يا شهاب، شهاب من هجن الشحانية، محمد بن خالد بن عبد الله العطية، الحوت اللي يضمره ويتابعه على مستوى المركز الثالث. بينما في رابع المراكز شاهين من هجن العاصفة وغياث الهلالي في عملية تضمير وتدريب. بينما في المركز الخامس من السياج الخارجي يتقدم مياس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وعوض بن مبارك المهيري، يتابع في عملية تضميره. بينما نراغب اللي على المركز السادس، يتقدم شاهين من هجن العاصفة وغياث الهلالي في عملية تضميره. بينما في سابع المراكز هذا مبلش، مبلش لسمو الشيخ ذياب بن زياد بن محمد آل نهيان والصادق بن فضل الأمين، يتابعه في عملية التضمير. بينما في ثامن المراكز دخول بدأ من سلهود، سلهود لسمو الشيخ، مكتوم بن محمد برايد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع، يتابعه في عملية التضمير. بينما في تاسع المراكز شاهين لهجن العاصفة وغياث الهلالي في عملية تضمير. بينما في عاشر المراكز وهذا شاهين من هجن زعبيل، ويتقدم راشد بن محمد بن روشد في عملية تضميره وتدريبه. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام النتيجة للعشر المراكز الأولى. فينا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات، ولكن عودة من جديد إلى مقدمة الشوط. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة، إلى هملول اللي على المقدمة. هملول يأتينا على المركز الأول لهجن الرياسة، ويتقدم في عملية تضمير علي بن يمي الوهيبي، من يتابع في عملية التضمير والتدريب. بينما ناخذ الوصول اللي على المركز الثاني، شعار هجن الشحانية، شعار هجن الشحانية يتقدم على ظهر شاب ويضم أحد المضمرين العمالقة من العيار الثقيل محمد بن خالد العطية، يأتي الآن على المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما الزعيم يتقدم على مستوى المركز الثالث لهجن لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وعوض بن مبارك المهيري، يتابع في عملية التضمير. بينما في رابع المراكز هذا شاهين من هجن العاصفة وغياث الهلالي، يتابع في عملية التضمير. هنا في هذه الاندفاعات الجميلة
ناخذ الوصول على المركز الخامس، وفي المركز الخامس عندنا شعار هجن العاصفة على ظهر شاهين، ويتقدم غياث الهلالي مضمر عجايب، والكل يتابع هذا الملتقى الكبير يا كمبيوتر المرموم سيف الإمارات اللي يحير كل المشاهدين والمتابعين. الكل ينتظر هذه المؤسسات العملاقة اللي لها قاعدة جماهيرية في الخليج، وما تبقى إلا أيام قليلة عن معركة السيوف. الله، هجن العاصفة على الاستعداد، هجن الرياسة، هجن الشحانية كذلك مستعد، هجن سمو الشيخ دياب محمد بن زايد الهيان على الاستعداد، هجن زعبيل. الكل يراقب مشاهدين الكرام ويعد العد إن شاء الله للرموز اللي على الأبواب، بينما نراقب اللي على المركز السابع. وعندنا الوصول من سلود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، وطارش بن مبارك بالقوبع، شفت تجربة طاير على فوق كان له يبيعيد ماضيه، يتقدم طارش وانطلاقته على مستوى المركز السابع، بينما في ثمن المراكز في هذه اللحظات هنا يتقدم شاهين من هجل العاصفة، وغياث الهلالي يتابع في عملية التدمير، بينما نراقب الوصول على المركز التاسع. وصلنا، نعم، يأتي هنا ويتقدم حمران، حمران لهجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل اللي يتابع في عملية التدمير. المركز العاشر عندنا شاهين لهجن زعبيل، ويتقدم في عملية التدمير المتألق راشد بن محمد بن مرشد، أو تاسعا يتدخل في هذه اللحظات، عفوا، يأتي هنا أيضا شعار هجن زعبيل على مستوى المركز التاسع. المركز العاشر، نعم، نكمل هذا مبلش لسمو الشيخ ذياب سيف بن محمد آل الهيان، والصادق بن فضل الأمين يتابع في عملية التدمير. هذه هي نتيجتنا وندائنا الثاني يكتمل لحضراتكم منذ انطلاقتنا من نقطة 8 كيلومترات، و المتبقية عن نهاية الشوط تقريبا 3 كيلومترات المتبقية عن المغصورة الرئيسية، وعودة من جديد إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة الأولى، إلى هملول اللي على المقدمة، هملول اللي على الصدارة الأولى. هجن الرياسة، يتقدم الظافر علي بن يمين الوهيبي، يأتي بالجمايل، فالمتابعة والتضمير نحو المقدمة والصراع الأول. بينما أتابع الوصول على المركز الثاني، وياتي في المركز الثاني يتقدم الشاب لهجر الشحانية، يتقدم في عملية التدمير اللي هو محمد بن خالد العطية، بل يتابع في عملية التدمير. بينما في المركز الثالث الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وعوض بن مبارك المهيري، من يتابع في عملية التدمير. المركز الرابع عندنا شاهين من هجن العاصفة، وغياث الهلالي يتابع في عملية التدمير والمتابعة، بينما شاهين يأتي على مستوى المركز الخامس لهجن زعبيل، والمتألق راشد بن محمد بن مروشد يتابع في عملية التدمير، بينما شاهين قادم إلى المركز السادس لهجن العاصفة، وامبراطور تجل العاصفة يتقدم غياث الهلالي في عملية التدمير.
يكمل الوصول هنا أيضا الغدوم الشاهين لهجن العاصفة وغياث الهلالي يتابع في عملية التضمير والتدريب. هذه مراكزنا الأولى عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة وإلى البداية، إلى هملول اللي على المقدمة، هملول اللي على الصدارة الأولى لهجن الرياسة، ويتقدم علي بن ريمي الوهابي في عملية التضمير والتدريب. وبدينا الآن نقترب إلى موقع الإعلان، 1200 عن خط النهاية، 1200 يا مشاهدين، يا بن ريمي ركز مع هملول، بينما قادم شاب، شاب لهجن الشحانية يتقدم في عملية التضمير، محمد بن خالد العطية، بينما شاهين قادم لهجن زعبيل وياتي في عملية التضمير، اللي هم راشد بن محمد بن مروشد يتابع في عملية التضمير. الزعيم قادم لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد ال نهيان، وايضا عوض بن مبارك المهيري يتابع في التضمير. شاهين قادم لهجن العاصفه وغياث الهلالي يتابع في التضمير. خماسيه رايعه، الى وين شوط الختام؟ الى وين شوط الختام؟ إلى وين؟ ها هو الظافر يبحث عن شوط الختام، عندما بدأ مع أول أشواط هذا المساء يبحث عن شوط الختام من خلال انطلاقته واندفاعته مع هملول. بينما شاب، شاب لهجن الشحانية يأتي هنا محمد بن خالد العطية، الحوت 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 يتابع في التضمير. المعركة ثنائية، المعركة ثنائية بين الظافر والحوت، الظافر والحوت، هجن الشحانية، هجن الرياسة، والزعيم قادم. الزعيم يحاول مع اللحظات المريرة، ولكن هجن الرياسة، هجن الرياسة مع الظافر، مع الظافر علي بن ريمي الوهيبي بداها، ولكن الزعيم قادم، الزعيم وهملول، هملول والزعيم، اللحظات الأخيرة، اللحظات النهائية. يا سلام، نتابع هنا المركز الثالث شاب لهجن الشحانية، المركز الرابع شاهين لهجن زعبيل، المركز الخامس شاهين لهجن العاصفة. هكذا مشاهدينا الكرام النتيجة للخمسة المراكز الأولى. لكن نتابع هنا الدخول الجماعي اللي كان بينهم، نتابع لحظة الوصول لكي نعطي لكل حق الحق من خلال التنافس والإثارة والوصول إلى خط النهاية. هنا مشاهدينا الكرام لحظة التحكيم في خط النهاية، اللي هو مشاهدينا الكرام الزعيم، نحيل في مثل هذه الامور مشاهدي الكرام الى لجنه خط النهايه. التوقيت الزمني مشاهدي الكرام ما نقدر نحكم، عاد الامور نحيلها للجان المختصه في مثل هذه الامور، عطر التوقيت الزمني يا مخرجنا يا ايضا متابعينا الكرام. نتابع هنا التوقيت الزمني، عطر يا مخرجنا. هملول ايضا تصلنا المعلومه من لجنه خط النهايه، الفايز هملول لهجن الرياسه، توقيت 12 دقيقه 45 ثانيه 8 اجزاء من الثانيه. تهانينا لهجن الرياسه وتهانينا لعلي بن ريمي الوهيبي. بينما في المركز الثاني الزعيم 12 دقيقه 45 ثانيه 9 اجزاء من الثانيه. تهانينا لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد الهيان، وهنيا لعوض بن مبارك المهيري اللي تابع في التضمير. بينما في المركز الثالث، في المركز الثالث وصل الشاب 12 دقيقه 46 ثانيه 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانيين.